السلام عليكم ورحمة الله يا شباب. إن شاء الله ده هيكون المعمل الخامس، هيكون الجزء الأول من المعمل الخامس للبي ال سي. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض في الفيديو ده موضوع الكاونتر. طبعا المرة اللي فاتت المفروض إن تشرح التايمر بالتفصيل بأنواعه الثلاثة. المفروض إن ديت هتبقى الهيدلاينز بتاعتنا اللي المفروض ندرسها في المحاضرة دي. التايمرز ثلاث انواع اتشرحوا، فاحنا هنبدا من اول الاب داون كاونتر، بعد كده هيبقى لنا الدرام كنترولر. تمام. قبل بس ما ابدا في موضوع الفيديو بتاعنا، حابب بس افكركم بحاجه، ان اي تايمر او كاونتر او درام بيسمى فانكشن بلوك، والفانكشن بلوك ديت المفروض ان موقعها جوه البي ال سي، بتتخزن جوه حاجه اسمها الداتا ميموري، عشان نفتكر مع بعض الكلام اللي قلناه في اول سيكشن خالص. يبقى اي داتا خاصه بالفانكشن بلوك يا شباب، اللي هي التايمر كاونتر درام ال اي اف او او النوع الثاني، كل ده بيتخزن في الداتا ميموري بتاعتنا. طيب هنعدي موضوع التايمر مع بعض كده سريعا، ونروح لموضوع الكاونتر. طيب هنبدأ من أول هنا مع بعض كده شباب. أول حاجة عندنا نوعين من الكاونتر. بداية كده يعني إيه كاونتر أصلا؟ كاونتر من اسمه كده، ده عداد بيعد أي حاجة، يعني في بلصات داخلة من بره، زي اللي أنت درسته في المايكرو كنترولر بالظبط، أكنك موصل سويتش على مايكرو كنترولر، والسويتش ده أنت بتضغط عليه فبيعد جوه المايكرو كنترولر تصاعدي مثلا من زيرو لألف. تمام. اضغط ضغطة يعد اتنين، اضغط ضغطة كمان يعد تلاتة، اضغط ضغطة كمان يعد اربعة، وهكذا. طيب ده الاب كاونتر اللي هو اول نوع معانا. طيب النوع التاني اللي هو الداون كاونتر، هو نفس السويتش برضو، بس هضغط عليه مثلا لو القراية عند الف هيقللها، هيخليها مثلا 999 998، كل ضغطة بيقلل مرة. هو ده وظيفة الكاونتر. طيب الكاونتر اللي موجود في البي ال سي، هل هو النوع ده بس؟ يعني البي ال سيات كلها اللي موجوده في السوق ما فيهاش غير نوع الكاونتر ده؟ لا، في حاجه اسمها فاست كاونتر، في حاجه اسمها فاست ريكفري كاونتر، يعني في كذا نوع من الكاونتر بناء على الاستخدام بتاعي. يعني الفاست كاونتر ده بستخدمه مثلا لما يكون عندي حاجه بتدخل بلصات سريعه جدا جدا جدا، فما ينفعش ان انا ابرمجها بكاونتر عادي، فلازم استخدم حاجه اسمها الفاست كاونتر بيكون ليها هاردوير خارجي يعني. طيب ما علينا، ده مش موضوعنا دلوقتي، بس حبيت اعرفكم المعلومه دي. طيب احنا زي ما احنا شايفين دلوقتي الكاونتر بتاعنا عباره عن سبعة تيرمينال، الار والاس واللي هي الريسيت والست والكاونتر اب والكاونتر داون، ديت اسمها الام تي الدن، والاف دي اسمها الفل. طيب عايزين نعرف الحاجات دي معناها ايه. انا عن نفسي انا ما بجيبش كلام من اي حته يعني، لا انا دايما بحب ان انا اجيب المعلومه من الداتا شيت، عشان انت كمان برضو تعرف تقرا الداتا شيت. تعالوا كده بصوا قدامنا، الجدول ده كان موجود في الداتا شيت، انا جبته زي ما هو كوبي بيست. تمام. عشان نعرف ان الداتا شيت بتبقى يعني للبي ال سي القديمه بتبقى محترمه جدا كمان عن البي ال سي الجديد. طيب تعالوا كده، اول حاجه خلاص يا شباب، كان في رمز مكتوب على الكاونتر اللي هو ده، بيقول لك ان الرمز ده اسمه سي اي، يعني كاونتر اي. طيب اي دي بتتراوح من 0 ل 15، يعني انا عندي في البي ال سي 15 كاونت، 16 كاونتر من 0 ل 15، يبقى انا عندي 16 كاونتر جوه البي ال سي، يعني ممكن دي تبقى سي 0، ممكن تبقى سي 1، ممكن تبقى سي 15. طيب المفروض ان الكاونتر بتاعنا يا شباب زي ما احنا خدنا في التايمر، المفروض ان هو بيعد قيمة، يعني مثلا لو انا ظابط التايمر بتاعي ده اللي هو يعد لي لحد 10. تمام. طيب دلوقتي التايمر شغال وعد مثلا لحد 4. طيب انا دلوقتي عاوز اعرف القيمة الحالية للتايمر كام، يعني عاوز اعرف الاربعة دي، عاوز اقراها، فاروح على الورد دي يا شباب اللي هي ci.v، بلاقي فيها القيمة الحالية للكاونتر متخزنة فيها اللي هي ci.v. طيب في معلومة مهمة جدا لازم تعرفها عن الوورد دي يا شباب. طيب انا ليه بقول اصلا عليها وورد؟ لان انا بخزن فيها قيمة، ممكن تبقى رقمين، ممكن تبقى ثلاث ارقام، فعشان كده هي وورد، هي 16 بت. تمام. او ممكن تبقى 32 بت. طيب
دلوقتي يا شباب هنا بيقول لي على الـ على الـ على الميموري دي او الوورد دي، بيقول لي كان بي ريد اند تيستد بات نوت ريتن باي ذا بروجرام. طيب منطقيا كده حاجه بيتخزن فيها القيمه الحاليه للكاونتر، انا محتاج ان انا اكتبها بايدي؟ مش محتاج ان انا اكتبها بايدي، عشان كده هنا بيقول لك ايه، بيقول لك انت ممكن تقراها، ممكن تعرف القيمه الحاليه للكاونتر، بس ما تقدرش ان انت تكتب فيها، ما تقدرش ان انت تقول لي مثلا ايه للكاونتر ده القيمه الحاليه بتاعتك مثلا 5، لا هو كده كده بيعد مع نفسه. طيب في حاجه اسمها البريسيت فاليو، زي بتاع التايمر بالظبط، دي بحط فيها القيمه اللي انا عاوز التايمر يعد، عاوز الكاونتر يعد لحد القيمه بتاعتها، يعني مثلا عاوز الكاونتر يعد لحد مثلا 20، بحط السي اي دوت بي دي بحطها ب 20. تمام. طيب هنا بيقول لك وورد كان بي ريد تيستد اند ريتن، يعني دي ممكن ان انا اقراها، ممكن ان انا اعمل تشيك عليها، ممكن ان انا ايه، ممكن ان انا اكتب فيها، وده منطقي. طيب الايدت فيا تيرمينال دي معناها ايه؟ واي وان، دايما بتلاقي على الكاونتر كده الواي شرطه ان، دي معناها ايه؟ لو انت خليته واي، لو انت اخترت على الكاونتر بتاعك واي، ده معناه ان لو البرنامج شغال انت ممكن تقدر تعدل في قيمه البريسيت فاليو بتاع الكاونتر، ممكن مثلا بدل ما تخليه يعد لحد 10 خليه يعد لحد اي قيمه تانيه انت عاوزها. طيب لو انت اخترت ان، يبقى اثناء والبرنامج شغال انت مالكش اي اكسس على الداتا بتاع الكاونتر. طيب دلوقتي الريسيت يا شباب، البنه بتاع الريسيت دي بتعمل ايه؟ من اسمها بعمل ريسيت، يعني من الاخر كده بخلي القيمه الحاليه للكاونتر بزيرو، يعني لو الكاونتر فيه اي قيمه ايا كانت اللي هي طبعا بتتخزن في السي اي دوت في، دايما بروح جاي واخد القيمه السي دي السي اي دوت في دي اروح جاي مخليها بزيرو، لو انا ايه، لو انا دخلت واحد على الريسيت اللي هو الطرف بتاع الريسيت اللي هو ده يا شباب، طرف الريسيت ده لو دخلت عليه واحد الكاونتر بيصفر. طيب طرف الست العكس، لو انا دخلت عليه واحد بيخلي القيمة الحالية للكاونتر هي أقصى قيمة أنا ظبطه عليها. إزاي؟ يعني مثلا لو البريسيت فاليو أنا ظابطها على 10، تمام؟ والكرنت فاليو كانت بخمسة، لو أنا دخلت واحد على الست دي يروح جاي مخلي الكرنت فاليو اللي هي بخمسة يروح جاي مخليها 10، يعني بيخلي قيمة الكرنت فاليو تساوي قيمة البريسيت فاليو اللي أنا ظابط عليها الكاونتر. طيب السي يو يا شباب من اسمها برضو بيقول لك increment سي اي اون رايزنج ايدج، دي معناها ايه؟ معناها ان اي بلس موجبه بتخش على البنه دي بتخلي الكاونتر يزيد بواحد، اي بلس موجبه بتخلي الكاونتر يزيد بواحد. طب ليه هنا بيقول لك رايزنج ايدج يا شباب؟ ليه ما قالكش مثلا اون هاي، يعني انكريمنت اون هاي، لو البنه بهاي بانكريمنت، تمام؟ طبعا الكاونتر لازم يشتغل على الرايزنج، ليه؟ لان انت لو مديله هاي على طول هيخليه يعد، طول ما هو داخل له واحد قاعد يعد، طول ما هو داخل له واحد قاعد يعد، انما لو هو خد بس البلصه الاولانيه اللي هي الانتقال من الزيرو لواحد هيعد عده واحده بس، هو ده المطلوب. طيب الكاونتر داون نفس الموضوع بالظبط يا شباب، ديكريمنت اون رايزنج ايدج، يعني البنه اللي هي السي دي ديت لو دخلت عليها رايزنج ايدج بتبتدي ان هي تقلل لي قيمه الكاونتر بواحد. طيب الام بي تي يا شباب باختصار جدا بيقول لك، لو انت بيقول لك باختصار الكاونتر يقدر يعد من 0 لحد 9999. هتقول لي عرفت المعلومه دي منين؟ هقول لك ارجع هنا كده، هنا البريشيت فاليو بيقول لك انت ما تقدرش تزودها عن 9999. طيب لو انا عند القيمه 9999 ورحت جاي، قصدي لو انا عند القيمه 0، يعني لو الكاونتر فيه 0 ورحت جاي مدي بلس على الكاونتر داون، طيب الزيرو ديت لو انا قللت، لو انا خليت الكاونتر يقل بواحد هيجي لي سالب واحد ولا هيجي لي 9999؟ قال لك لا، لو انت قللت عن الزيرو بواحد هيروح جاي ناقل على 9999. طيب النقله دي مش لازم تعرف ان الكاونتر صفر وبعد كده اتنقل، فعشان كده نطلع لك بنه خارجيه اسمها الاي، الاي ديت بتبقى بواحد لو انت عند الزيرو وقللت قيمة الكاونتر بواحد فيقوم الكاونتر بينتقل ل 9999، فتعرف ان الكاونتر خلص اقصى عدد ليه. تمام. طيب الضن، او خلينا في الفل الاول، الفل العكس يا شباب، لو انا الكاونتر فيه قيمة 9999 ورحت جاي مزود واحد فالكاونتر بيتنقل للقيمة زيرو، ولكن قيمة الاف دي بتبقى واحد، يعني البنة الخارجية دي بيطلع لي عليها
بيطلع لي عليها واحد او هاي. طب الدن، انا قلنا يا شباب ان الكاونتر لو انا ظبطه مثلا على 10 وهو عد ال10 خلاص، يعني قيمه الكرنت فاليو وصلت لقيمه البريسيت فاليو، يبقى الدي بيطلع لي عليها واحد، اللي هي من اسمها كده اسمها الدن، يعني خلاص الكاونتر عد لك العدد اللي انت عاوزه. طيب تعالوا كده يا شباب ناخد مثال بسيط جدا. بقول لك كاونتر بيعد ايتمز 5000 ايتمز، فانت هتروح تعمل ايه؟ هتروح تظبط الكاونتر بتاعك على القيمة اللي هي 5000، تمام؟ بعد كده كل بلس هتجيله من الكاونتر اب هيبتدي ان هو يعد 1 2 3 4 5 لحد ما يوصل لايه؟ لحد ما يوصل لقيمة ال5000. طب ايه الام زيرو دي يا شباب؟ دي الستارت ستوب اللي احنا بنعملها، لما اضغط ستارت الام زيرو دي هتبقى بواحد، فدي اكنها مش موجودة اصلا، تمام؟ يبقى بالتالي يا شباب الاي 0 دوت 2 لو بقى بواحد بيخلي ده انكريمنت واحد، لو ال بس والكاونتر ده مش متوصل على حاجه. طيب الدي يا شباب هنا الدن، هو كان ممكن يا شباب وصل الاوتبوت ده على الدن مباشره على طول، ولكن هو عمل ايه؟ جاب كونتاكت هنا سماها سي 8 دوت دي. يعني ايه سي 8 دوت دي؟ يعني الكاونتر رقم 8 البن رقم دي فيه، خدها هنا على كونتا، خد حالتها هنا على كونتا، تمام؟ ولو حالتها بواحد هتروح جاي مشغله اللود بتاعنا ده. فهنا بيقول لك ايه بقى يا شباب؟ بيقول لك لو انت عاوز تحول اللادر دايجرام اللي قدامك ده لانستراكشن ليست، لغه الانستراكشن ليست، عندك حلين، عندك حل اسمه الريفرسيبل بروجرامنج وحل اسمه النون ريفرسيبل بروجرامنج. يعني ايه الريفرسيبل بروجرامنج ديت؟ يعني البرمجه اللي انت هتكتبها هنا دي، او الاكواد اللي انت هتكتبها هنا بلغه الانستراكشن ليست دي، تقدر ان انت تخلي البرنامج او السوفت وير بتاعك يحولها اللادر تاني، وتقدر برضو تحولها من اللادر للانستراكشن ليست. اما لو كتبتها بالطريقه دي ما تقدرش ان انت تحولها من لادر للانستراكشن ليست او العكس، تمام؟ طب تعالوا نقولها بسرعه كده ازاي بتتعمل. قال لك انت عشان تكتب البلوك ده في الانستراكشن ليست، اول حاجه بتعرف البلوك، بتقول بلوك، بعد كده تكتب اسم البلوك، بعد كده لود الكونتاكت الاولاني اللي هو اي 1 دوت 1، تمام؟ وبعد هنا كده بتكتب ار. ليه بقى؟ يعني بكتب لود حمل لي حاله الاي 1 دوت 1 في البن اللي هي اي، تمام؟ بعد كده حمل لي الاي 1 دوت 2 اند ام 0 في البن اللي هي الكاونتر اب، تمام؟ بعد كده اعمل اند للبلوك، يعني انهي لي البلوك بتاعي، خلاص كده البلوك انتهى. بعد كده السطر الاخراني ده بتحمل لي بس اللود بتاع الكونتاكت دي على تعمل لها ستور في اللود بتاعك، يبقى لود سي 8 دوت دي ستور كيو 0 دوت 0. طيب لو انت بقى مشيت بالطريقه دي يا شباب، ما ينفعش لو انت كتبت الطريقه دي في البرنامج، ما ينفعش انت تخلي البرنامج بتاعك يحولها للادر او العكس، عشان كده اسمها نون ريفرسبل، يعني طريقه ما ينفعش ايه تتعكس. هنا بقول لود اي 1 دوت 1 وبعدين بقول ار، بس لازم اكتب اسم التايمر، اسم الكاونتر. ليه؟ هنا لما كتبتش، لا هنا لما كتبت ار يا شباب ما كتبتش اسم الكاونتر هنا، لانه هو اصلا انا جوه البلوك بتاع سي 8 فمش محتاج اكتبها تاني، تمام؟ لكن هنا ار انا اصلا مش معرف بلوك، فلازم اكتب اسم الايه؟ اسم الكاونتر بتاعنا، هو ده الاختلاف الوحيد. طيب بعد كده لود اي 1 دوت 2 اند ام 0 كاونتر اب، خزنها لي في سي 8، نفس الموضوع بالظبط، لود نفس السطرين اللي هنا هم نفس السطرين اللي هنا، ما فيهاش اي اختلاف. طيب يا شباب تعالوا ناخد مثال بقى مع بعض كده. المثال ده لو فهمتوه معايا كويس تقريبا هتفهم اي كاونتر في اي بي ال سي، هتفهم الكاونتر شغال ازاي بالظبط. هنا انا بقول لك كومبليت ذا تيبل اف ذا بريسيت فاليو بيساوي 5، يعني اعتبر ان البريسيت فاليو بتاعتك الكاونتر ده هيعد لحد 5، تمام؟ وبقول لك هنا اعتبر ان الكرنت فاليو او القيمه الحاليه للتايمر كانت 3، القيمه الحاليه للكاونتر كانت 3، تمام؟ وانا رحت جاي مد بلس موجبه على الكاونتر اب، تمام؟ ومدي زيرو على الكاونتر داون، ماشي يا شباب؟ طيب انا دلوقتي اديت بلس موجبه على الكاونتر اب، فالمفروض القيمه الحاليه للكاونتر هتزيد بواحد، فالكاونتر فالقيمة الحالية هتزيد بواحد، يبقى التلاتة هتبقى ايه؟ هتبقى اربعة. طيب هل قيمة الام دي هيطلع عليها حاجة؟ لا مش هيطلع عليها حاجة، لاني
الكاونتر ده ما كانش بزيرو وانا قللت عن الزيرو بواحد فيرجع ل 9999 فالامبتي تبقى بزيرو، تمام؟ عشان كده الامبتي مش طالع عليها واحد. طيب الدن برضو مش طالع عليها واحد لان انا لسه ما وصلتش للبريست فاليو بتاعتي اللي هي الخمسه. طيب الفول برضو مش طالع عليها واحد عشان انا قيمه الكاونتر بتاعي ما وصلتش ل 9999 وبعد كده انا زودت واحد فالكاونتر قلب من 9999 لكام؟ لزيرو، تمام؟ طيب تعالوا لرقم 2، لو انا الكرنت فاليو للكاونتر بتاعي بقت ب 4، القيمه الحاليه للكاونتر بقت ب 4 وانا رحت جاي مدي بلس على الكاونتر اب، يعني الكاونتر يزيد بواحد والكاونتر داون بزيرو، فايه اللي هيحصل في القيمه الحاليه للكاونتر؟ هتزيد بواحد، فهتبقى ال 4 هتبقى 5، تمام؟ طيب الام بي تي هتبقى بزيرو زي ما قلنا لان ما حصلتش الحاله بتاعتها. طيب الدن هتبقى بواحد، ليه؟ لان القيمه الحاليه للكاونتر وصلت لقيمه البريسيت فاليو اللي انا ظابط عليها الكاونتر بتاعي، تمام؟ طيب قيمه الفل هتبقى بزيرو لان انا برضو ما وصلتش للحاله بتاع الفل. طيب تعالوا في اللي بعدها، القيمه الحاليه للكاونتر دلوقتي بقت ب 5 وانا رحت جاي مزود مدي بلس للكاونتر اب واحد والكاونتر داون بزيرو، يبقى القيمه الحاليه للكاونتر هتبقى ب 6، الامبتي عليها زيرو، الدان برضو عليها زيرو. ليه يا شباب؟ لان قيمه القيمه الحاليه للكاونتر ما بقتش بتساوي البريسيت فاليو، تمام؟ وطبعا الفول بزيرو. طيب تعالوا للي بعدها، لو هي ب 6 وانا هنا على الكاونتر اب اديت زيرو ولكن جيت على الكاونتر داون يا شباب اديت واحد، يعني المفروض القيمه الحاليه للكاونتر هتقل بواحد، فطبعا قلت بقت ب 5، جت هنا بقت ب 5. طيب لما قلت رجعت ل 5، الام بي تي الحاله بتاعتها مش متحققه فهي بزيرو، الضن بقت بواحد تاني. ليه؟ لان القيمه الحاليه للكاونتر بتساوي قيمه البريسيت فاليو. طيب الفل بقت بزيرو، طيب هي بزيرو اصلا. طيب دلوقتي يا شباب لو القيمة الحالية للكاونتر فيها 9998 وأنا رحت جاي مزود واحد، يعني اديت بلس على الكاونتر أب والكاونتر داون بزيرو، فالقيمة الحالية للكاونتر هتبقى ب 9999، الإمبتي بزيرو، الضن بزيرو، الفول بزيرو. ليه؟ لأن مفيش ولا حالة من الحالات التلاتة اتحققت، تمام؟ قيمة البريسيت فاليو ما بتساويش قيمة الكرنت فاليو. طيب لو أنا عندي 9999 وزودت واحد والسي دي عليها زيرو، القيمة الحالية للكاونتر لو انا زودت واحد عن 9999 هترجع تاني للزيرو لان دي اقصى قيمة اقدر احطها في او اقدر اخلي الكاونتر يعدها، فعشان كده الكرنت فاليو الفاليو رجع تاني لزيرو. يبقى انا دلوقتي يا شباب كنت عند اقصى قيمة للكاونتر وبعد كده لما زودت واحد رجع للزيرو، يبقى عندي البنة الوحيدة اللي هتبقى في الكاونتر كله بواحد هي البنة بتاع الفل لان الحالة بتاعتها اتحققت، اما الضن الحالة بتاعتها ما اتحققتش ولا الامبتي. طيب لو انا عندي الواحد يا شباب وعملت كاونت داون، القيمة الحالية للكاونتر بقت بزيرو قلت، وطبعا الامبتي والضن والفل كلهم بزيرو لان مفيش ولا حالة منهم التلاتة اتحققت. طيب لو انا القيمة الحالية للكاونتر بتاعتي فيها زيرو وعملت كاونت داون، يعني قللت قيمة الكاونتر بواحد، طيب فهلاقي ان القيمة اتحولت من زيرو ل 9999، يعني الكاونتر كان فاضي وبعد كده اتملى كله مرة واحدة، فهلاقي البنة الوحيدة اللي هتطلع واحد في الكاونتر هي البنة بتاعة الامبتي، تمام؟ اما الضن بزيرو والفول بزيرو، تمام. اتمنى شباب يكون الجدول ده وضح لك كل الحالات المختلفة للكاونتر وتكون فهمت الكاونتر كويس جدا. طيب دلوقتي يا شباب هنخش على الشيت بتاعنا، اول مسألة في الشيت يا شباب بيقول لك write a simple PLC program to test and verify the operation of the up down counter in the nano PLC، تمام؟ طيب يعني بيقول لك من الاخر كده عاوزك تعمل برنامج بحيث ان هو يحقق لك او يعرفك يعني ويفهمك الوظائف المختلفة للبنات بتاعة البي ال سي. فانت هتعمل ايه؟ هتيجي تروح جاي راسم الكاونتر اللي قدامك ده، حاطه يعني على البرنامج، جايبه من التولز وحاططها في البرنامج بتاعك السوفت وير، وتوصل هنا سويتش او توصل هنا اي بوش بوتون، وهنا هتوصل بوش بوتون على السيت وبوش بوتون على الريسيت وبوش بوتون على الكاونتر اب، وهتوصل بوش بوتون على الكاونتر داون، وهتوصل لمبة على البنة بتاع الامبتي، تمام؟ هتوصل البنة بتاع الامبتي بلود لمبة مثلا، وهتوصل الدن بلود برضو، وهتوصل الفول بلود برضو. طيب ايه الهدف من التجربة دي يا شباب؟
عشان اقول لكم الهدف من التجربه دي، تعالوا كده ايه نرسم البرنامج ده على برنامج سيميوليشن اللي هو السو ماشين بيزك، ونشوف ايه الهدف من البرنامج ده. بس طبعا قبل ما نروح لبرنامج السيميوليشن، لو انا اديتكم بلوك زي ده تقدروا تحولوه للانستراكشن ليست. ازاي؟ اول حاجه شباب بتقول بي ال كي، بعد كده اسم البلوك، بعد كده لود للمفتاح الاولاني على الطرف ار، بعد كده لود للمفتاح الثاني على الطرف اس اللي هو ده، بعد كده لود للمفتاح الثالث على الطرف للمفتاح الثاني على الطرف كاونتر اب، لود للمفتاح الثالث على كاونتر داون، بعد كده اوت بلوك. ليه بقى؟ انا دلوقتي خلصت مرحله الانبوت، هدخل دلوقتي في مرحله الاوت، بعمل لود للاي على ايه؟ على الحمل رقم Q0.0، يبقى لود للاي وخزنها في Q0.0، لود للدي وخزنها في Q0.1، لود للاف وخزنها في Q0.2، بعد كده اعمل اند للبلوك بتاعك. تمام؟ طيب انا متأكد ان في سؤال جه يعني في ذهنكم دلوقتي لو انتم مركزين معايا في الشرح. لو احنا خدنا بالنا في هنا مثلا في البرنامج ده، لما جينا نكتب هنا باللغة اللي هي الريفرسابل، مفيش حاجة هنا اسمها اوت بلوك، يعني هنا بلوك وهنا اند بلوك، مفيش حاجة اسمها اوت بلوك زي اللي احنا لسه شايفينها من شوية. ليه يا شباب بقى؟ لان هو هنا ما وصلش الاوتبوت مباشر مع الكاونتر هنا، يعني لو هو شال الكاونتر ده وصله مباشر هنا، لو شال اللود ده وصله مباشر هنا مع الكاونتر، كان لازم عامل يا شباب كان لازم عامل هنا في البرمجة اوت بلوك. ولكن هو ما وصلش اللود هنا، ولكن خد البنة باسمها على كونتاكت وبعد كده خزنها في اللود، فلازم تفرقوا ما بين الطريقتين، والطريقتين ينفعوا ريفرسال. تمام كده يا شباب؟ اتمنى تكونوا خدتوا بالكم من الملحوظة دي. طيب تعالوا بقى نروح للسو ماشين بيزك كده ونطبق البرنامج ده بسرعة. ادي البرنامج، اول ما يفتح البرنامج يا شباب هتلاقوا دي القائمة اللي تظهر قدامك، هتعمل create new project، بعد كده هتختار نوع من الأنواع الجديدة بتاع شنايدر، كل دي أنواع جديدة شنايدر عاملاها. هنختار مثلا النوع الأولاني ده اللي هو TM221C 16R، يعني تقريبا هو فيه الخارج بتاعه 16 ريلي، وفيه احنا ممكن نعرفها من هنا على طول يا شباب. بصوا لو انت جيت ضغطت هنا على ديت بيجيب لك عدد الانبوت على طول تحت اهوت، عندك هنا 8 انبوت، وعندك في الاوتبوت يا شباب عندك 8 اوتبوت، يعني بقى 8 انبوت و8 اوتبوت، يعني هنا هو بيقول لك 16 ار، يعني اقسمهم نص 16 انبوت ونصهم كاوتبوت. تمام. طيب تعالوا نخش بقى في الجزء المهم بتاعنا، تخش هنا في جزء البروجرامنج. هتيجي هنا يا شباب هتيجي هنا تلاقي حاجه اسمها فانكشن بلوك، هتيجي تختار من هنا ادي كاونتر. زي ما احنا قلنا يا شباب لو تفتكروا قلنا ان في كذا نوع من الكاونتر، ادي هنا عندكم حاجه اسمها الكاونتر، ثاني حاجه اسمها الفاست كاونتر، ثالث حاجه يا شباب اسمها الهاي سبيد كاونتر. تمام؟ ففي عندك ثلاث انواع من الكاونتر في نفس البي ال سي، وكل واحد ليه استخدام مختلف، فاحنا هنشتغل على الكاونتر العادي اللي هو ده. هنحطه هنا كده يا شباب. تمام. بعد كده هتجيب الكونتاكت دي تضغط عليها كده تجيبها هنا، وهي برضو بتخليها معاك ما بتمشيش ولا حاجه. طبعا ده تول حديثه بقى مش زي التول الحديثه جدا اللي احنا شغالين عليها. ف دي اللود، ده اللود الثاني، ده اللود الثالث. بعد كده يا شباب هتيجي تضغط هنا على الادرس، تضغط ضغطه كده، اول ما تكتب اي هيجيب لك كل الانبوت المتاح في البي ال سي ده. تمام، زي البرنامج القديم اللي احنا شغالين عليه بالظبط، مفيش اختلاف يعني. i0.1، بعد كده i0.2، بعد كده i0.3، بعد كده هتيجي هنا تضغط برضو كده هتلاقي q0.0 q0.1، بعد كده q0.2. تمام. بعد كده يا شباب تعمل ايه تاني؟ بس المفروض يا شباب بقى لو انت البرنامج بتاعك صح، لو انت كاتب البرنامج صح، نزل دي تحت شويه نجيب دي كده، لو انت كاتب البرنامج بتاعك صح ما فيهوش اي اخطاء، هتلاقي علامه الصح دي ظهرت لك هنا،
يبقى عندك بيقول لك the rung is valid، يعني الرنج اللي انت كتبته ده صح. تمام. طيب انت عايز تشغل البرنامج ده سيموليشن تعمل ايه؟ هنيجي الاول بس نظبط القيم بتاع الكاونتر هنا عشان نقدر نتعامل معاه. تضغط عليه ضغطتين كده يا شباب، هتلاقي هنا جاب لك البريسيت فاليو، بيقول لك تعويزها كام. هنظبطه مثلا على 5 مثلا، وهنعمل ايه؟ هنعمل ابلاي. هتلاقي هنا اتحولت البريسيت فاليو بتساوي 5. تيجي هنا في الكوميشننج يا شباب، تعمل لونش للسيميليتور، تمام. طيب هنا لو انتم ملاحظين هتلاقي لمبه الران بتقيده تطفي لسه. ليه؟ لان انت لسه ما عملتش الران، ما عملتش ستارت للكنترول. هتعمل ستارت، اوكي، هتلاقي لمبه الران بتاعتك سبت. بعد كده ترجع للبروجرامنج بتاعك وتجيب دي هنا كده. هنيجي هنا يا شباب الكاونتر اب متوصل على ايه دلوقتي؟ متوصل على اي 0.2. هتيجي هنا على اي 0.2 اللي هي دي، هتضغط عليها، بصوا كده على المفتاح هتلاقيه اخضر، تمام، وهتلاقي قيمه البريسيت فاليو زادت بواحد. طيب بعد كده يا شباب طبعا هتكنسلها، وبعد كده تضغط تاني هتلاقي قيمه البريسيت فاليو زادت، بقت 2. طيب بقت ب3، بقت ب4، اديت بوزيتيف ايدج تاني. طيب دلوقتي يا شباب بقى لو انا خليتها ب5، اني بينا من دول هتبقى بواحد؟ هتبقى البينا بتاع الضن، لان الكرنت فاليو بتاعتي بتساوي البريسيت فاليو اللي هي بقت ب5. لو انا ضغطت كده بقت ب5، هتلاقي يا شباب البينا بتاع الضن هي اللي ايه، هي اللي نورت. طيب تعالوا نعمل ايه بقى، تعالوا نحط نضغط على البينا بتاع الريسيت، تمام. هتلاقوا الخمسه دي بقت بزيرو، يبقى هو عمل ايه؟ خد القيمه اللي هي البريسيت فاليو خلاها بزيرو، او الكرنت فاليو خلاها بزيرو. طيب تعالوا كده نضغط عليها، ادي دي كده، عمل ايه؟ خلاها بزيرو، في نفس الوقت الضن طفت، تمام. طيب لو انا عملت ست، هيخلي قيمة الكرنت فاليو بتساوي البريسيت فاليو بتساوي 5، وهتلاقي الضن دي ايه؟ اشتغلت. ادي لو انا ضغطت على الست هنا هتلاقي فعلا دي بقت ب5 ودي بقت ب5، وقيمة الضن ايه؟ الضن اشتغلت. طيب كده احنا جربنا الكاونت اب والست والريسيت. تعال نجرب الكاونت ده يا شباب اللي هي البن 3. لو احنا نزلنا كده يا شباب عن الخمسه، يبقى قيمه الكرنت فاليو مش بتساوي البريسيت فاليو، فهتلاقي الضن بتاعتك ايه؟ فصلت. طيب تعالوا بقى نشوف ايه الامبتي وايه الفول. لو انت جيت هنا كده يا شباب خليت البريسيت فاليو بتاعتك 9998، او ايوه 98، وبعد كده ابلاي. طيب لو انت جيت زودت واحد، انا من غير ما ازود واحد اصلا، ولا انا كنت مزود، انا كنت ضاغط عليها. طيب هضغط هنا يا شباب تاني، هعمل كاونت داون، هنقص واحد، تمام. يبقى دلوقتي يا شباب القيمة بتاعتي البريسيت فاليو انا ظابطها على 9998 وايه 98. طيب لو انا زودت واحد يا شباب، لو انا زودت واحد المفروض انها هتعدي، هتبقى 9999 اللي هي هتبقى على الكاونت اب اللي رقم 2. دلوقتي بقت 9999، تمام. طيب لو انا زودت كمان واحد هتلاقي 9999 دي قلبت زيرو، وهتلاقي البن بتاعت الفل هي الايه، هي اللي نورت. هعمل ايه؟ هدي بلس هنا كمان كده، هلاقي فعلا ال 9999 قلبت زيرو، وفي نفس الوقت الفل بقى بايه؟ بقى بواحد. طيب لو انا جيت على قيمه البريسيت فاليو دي يا شباب خليتها بزيرو، خليتها بزيرو، تمام، وبعد كده رحت جاي منقص، يعني منقص من الاثنين، القيمه الحاليه للكاونتر دلوقتي ب2، فانا هنقصها خليها مثلا بواحد. معلش هي انا ضغطت شيت بالغلط فهي بقت بزيرو، فانا دلوقتي يا شباب هنقص بس واحد، يعني هنقص من قيمة الكاونتر اللي هي القيمة الحالية للكاونتر بزيرو، فانا هنقصها واحد. فالمفروض ان لما نقصها هتقلب ل 9999، وايه اللي ايه ده يا شباب؟ البنة بتاعة الامبتي. فهنعمل كده دلوقتي، ادي التلاتة فعلا قلبت ل 999 او 9999، والبنة بتاع الامبتي اشتغلت. اتمنى تكونوا فهمتوا الكاونتر كويس جدا، وشفتوا كل الحالات بتاعته سواء في الجدول اللي خدناه بالمثال او في المثال ده. طيب تعالوا نروح للمثال رقم 2 معانا في المحاضرة دي.
مثال رقم 2 يا شباب، مثال برضو سهل جدا. بقول لك دلوقتي انا عندي زي مخزن كده، تمام، بيدخل له بضائع معينة. طيب والبضائع دي انا عاوز ان انا اعدها، يعني بقول لك ده كنترول اوف ذس سيستم از يوزد فور مونيتورنج ذا برودكت اماونت ان ذا وير هاوس باي فوتو الكتريك سنسور، تمام. وين ذا اماونت ريتش 20 20 ذا الارم ويل انيبل. يعني بقول لك ايه؟ بقول لك دلوقتي في بضائع داخله من هنا والبضائع دي برضو بتخرج من هنا، تمام، جوه المخزن ده. يعني ممكن مثلا العمال يشيلوا بضائع او خط الانتاج مثلا يدخل بضائع جوه، او السير يدخل بضائع جوه، وفي نفس الوقت لما بيعزوها بيطلعها من اليمه الثانيه. فهو بيقول لك ان اقصى اتساع للمخزن ده هو 20. نفترض مثلا انا ادخل شكار دقيق مثلا، فهو 20 شكاره بس لازم يبقى جوه المخزن ده، تمام. فايه اللي هيحطوها يعد الشكار دي؟ قال لك احنا هنحط فوتو الكتريك سنسور. طيب الفوتو الكتريك سنسور ده، انا حاطط شكار دقيق، فالمفروض ان الفوتو الكتريك سنسور يكون حاجه بتحس باي حاجه، مش بتحس بمعادن. الانواع اللي بتحس باي حاجه اسمها كاباسيتيف سنسور، اي حاجه بتيجي قدامها بتحس بيها، تمام. فالاثنين فوتو الكتريك سنسور هيبقوا ان بي ان سنسور. يا شباب هنختارهم ان بي ان سنسور، او هنختارهم بروكسيميتي سنسور يكون كاباسيتيف سنسور، تمام. واحد هحطه على الخرج على الدخل، وواحد هحطه على الخارج، بحيث واحد يعد لي الشكاير اللي داخله، وواحد يعد لي الشكاير اللي خارجه. طيب يا شباب، لما تيجي تتعامل مع اي برنامج في البي ال سي، امشي على خطوات معينه هقول لك عليها. اول حاجه يا شباب، ارسم الرسمه قدامك كده وابتدي فكر فيها بالعقل. زي ما احنا قلنا دلوقتي، عندي سنسور هيعد الشكاير اللي داخله، وسنسور هيعد الشكاير اللي خارجه، تمام. وانا عاوز اضمن ان دايما يكون ان اقصى عدد يكون جوه الوير هاوس دي يكون ايه؟ يكون 20 شكاره، ما يتخطاش. لو وصلت ل 20 شكاره يا شباب، الالارم بتاعي يشتغل اللي هو الواي زيرو ده، تمام. طيب دلوقتي انت رسمت الاسكيماتيك وفهمتها كويس، دي الستيب رقم واحد. ستيب رقم اتنين، ان انت تحدد عدد الانبوت والاوتبوت اللي عندك في السيستم، وفي نفس الوقت تحدد العناوين بتاعتهم والمواصفات بتاعتهم، تمام. يبقى اول حاجه تعمل جدول كده، تكتب فيه الانواع بتاع الانبوت، الانواع اللي عندك، هل هي انبوت ولا اوتبوت، اسم السنسور نفسه، الادرس بتاعه، المواصفات بتاعته. طيب اول سنسور عندنا شباب، او اول بن عندنا، هي انبوت، تمام، اللي هو الاكس 0، اسمها اكس 0، العنوان بتاعها هحطه على اي 0.0. طيب المواصفات بتاعتها ايه؟ هي نورمالي اوبن، يعني البروكسيميتي سنسور اللي هنستخدمه. طبعا انا شرحت البروكسيميتي سنسور المره اللي فاتت. طيب النورمالي اوبن يا شباب، البروكسيميتي سنسور اللي هنستخدمه هو نورمالي اوبن، ومن النوع بي ان بي، قصدي ان بي ان، اسف، هو فعلا النوع اللي احنا هنستخدمه في العملي هيبقى بي ان بي، مش ان بي ان، تمام. بس ان بي ان ينفع برضه، بس العمل اللي انا مسجله لكم بي ان بي، تمام. هو كاباسيتيف سنسور، الخارج بتاعه 24 فولت لو انا مغذيه ب 24 فولت. اصلي البروكسيمال سنسور يا شباب بيبقى ليه رينج من الفولتيات بيتغذى بيه، يعني مثلا بيقول لك غذيه من 12 فولت ل 24، فلو انت غذيته من 12 يبقى الخارج بتاعه 12، غذيته ب 24 يبقى الخارج بتاعه 24. عشان كده هنا بقول لك اف سبلاي 24. طيب نفس الموضوع يا شباب، عندنا بروكسيمال سنسور تاني هيتوصل على اي 0.1، هو نورمالي اوبن على ان بي ان ترانزستور، قصدي النوع السنسور هيبقى بي ان بي، والكاباسيتيف سنسور، وبيخرج 24 فولت برضه. طيب الاوتبوت بتاعنا يا شباب، الالارم هيبقى عباره عن سرينه 220 فولت 2 امبير، يعني او 1 امبير تقريبا، يعني ينفع اوصلها مباشر على خارج البي ال سي. طيب يا شباب، تالت خطوه يا شباب، حاجه اسمها الهاردوير كونفيجريشن. والهاردوير كونفيجريشن يا شباب بينقسم لحاجتين، اللي هي الانبوت اوتبوت كونكشن والباور سيركت. الانبوت اوتبوت كونكشن يا شباب اللي هي توصيله البي ال سي نفسه من ناحيه الانبوت، وتوصيله البي ال سي من ناحيه الاوتبوت. اما توصيله الباور سيركت، عندنا حاجه مثلا شغاله 3 فيز هنا، بوصل لها توصيله الباور بتاعتها وبس. بعد كده بقى بقول ان الحاجه الفلانيه او الكونتاكت الفلانيه هنا في الاوتبوت بتتحكم في مثلا الكونتاكتور الاولاني، يعني لو في كونتاكتور هنا في دايره البار، الكونتاكتور ده انا اللي يهمني هنا في دايره الكنترول الكويل بتاعه اللي انا هتحكم فيه، تمام. طيب احنا قلنا زي ما قلنا في الاول،
ان عندنا 2 بروكسيميتي سنسور هيبقوا متركبين في السيستم بتاعنا ده، وهيكونوا من نوع بي ان بي. النوع اللي متوصل هنا ان بي ان، تمام. طيب الفرق ما بين توصيلة ال ان بي ان والبي ان بي هو طرف السيجنال بس يا شباب، هي نفس التوصيلة بالظبط، مفيش اي اختلاف. الطرف الاولاني اللي هو ده هيوصل بيه السالب، الطرف السالب ده هيوصل بيه السالب، والطرف الموجب واصل بالموجب، والكومن هنا واصل بالموجب. قلنا ليه يا شباب في حالة ال ان بي ان بيبقى الكومن واصل بالموجب؟ ليه؟ لان اصلا السنسور ده هو نيجاتيف لوجيك، يعني بيطلع زيرو. طيب لو طالما هو بيطلع زيرو، يبقى لازم الكومن من جوه اللي هو خاص بكل الانبوت يكون متوصل بال24، بحيث يبقى الفولت الواقع على المقاومة اللي جوه دي يكون 24 فولت. ودي اتشرحت بالتفصيل المعمل اللي فات، آخر معمل خدناه يعني. طيب وطبعا أكيد 1000000% اتشرحت في المحاضرة. طيب بالنسبة موضوع الباور سيركت، الانبوت اوت كونكشن ما فيهاش أي حاجة، عندنا 2 سنسور بروكسيميتي سنسور. بالنسبة للباور سيركت بتاعتنا، احنا عندنا سرينا شغالة 220 فولت، فما فيش هنا باور سيركت هتترسم تانية غير دي بس. هنفترض يا شباب إن المربع ده هو السرينا بتاعتنا، فأنا بجيب اللاين أدخله على فيوز، بعد كده أوصل الطرف التاني للفيوز بالكومن، بعد كده بمشي مع الخط ده دي كونتاكت، بعد كده بطلع من هنا طرف الأول بوصله بطرف السرينا، والطرف التاني للسرينا بوصله بالنيوترال. ودي هتتشرح بالتفصيل في الفيديو العملي، هتشوف التوصيلة دي تاني في الفيديو العملي وهتعرفوا ازاي توصلوها. اكيد طبعا هي سهلة مفيهاش حاجة. طيب بعد كده يا شباب السوفت وير بتاعنا بسيط جدا. انا كل الموضوع يا شباب قلنا ان انا عندي سير، المفروض ان انا عندي بروكسيميتي سنسور في اول السير وبروكسيميتي سنسور في اخر السير. دلوقتي يا شباب لو انا عندي اول شكارة دي مثلا عدت، فالمفروض ان البروكسيميتي سنسور الاولاني ده هيحس بيها، فهيدي امر للكاونتر بتاعي فهيزود القيمة بتاعته بواحد، تمام. يعني الكاونتر كان عندي زيرو هيزيد بواحد. طيب جت كمان شكارة دي مثلا هيزيد كمان بواحد، جت كمان واحدة هيزيد كمان بواحد، لحد ما قيمة التايمر بتاعنا ده أو الكاونتر بتاعنا ده توصل لـ20. أول ما توصل لـ20 يبقى قيمة البريسيت فاليو اللي أنا ظابط عليها الكاونتر بقت بتساوي القيمة الحالية للكاونتر زي ما شرحنا، فالضان ده هيطلع عليها واحد، فتلاقي الألارم بتاعك إيه اشتغل، تمام. طيب الألارم هيخليه شغال لحد ما البتاع بتاعتي اللي هي الوير هاوس بتاعتي دي يطلع منها شكاير دي تانية، يعني من اليمة التانية يتاخد منها شكاير دي، بحيث ان العدد الكلي داخل الوير هاوس يقل عن كام؟ يقل عن 20، تمام. يبقى بالتالي لو انا خدت شكاير دي من الوير هاوس دي يا شباب العدد هيقل عن 20، فهتلاقي ان الكرنت فاليو للكاونتر ده قلت عن البريسيت فاليو اللي انا ظابط عليها الكاونتر، فهتلاقي الالارم وقف. يعني باختصار شديد جدا يا شباب، الوير هاوس بتاعتنا مش هتشتغل، الالارم بتاعها مش هيشتغل الا لو عدد الشكاير اللي جواها وصل لـ20، تمام. طيب هنفترض مثلا ان انا دخلت 5 شكاير وبعد كده طلعت شكارتين من اليمة التانية. طب لما انا اطلع شكارتين من اليمة التانية المفروض ان العدد يقل باتنين، تمام. عشان كده انا حاطط سنسور اللي هو الاكس واحد ده على الاوتبوت، بحيث لو شكارة دي طلعت من هنا فالعدد يقل بمقدار واحد، ولو شكارة دي كمان طلعت من اليمة التانية فالعدد كمان هيقل بمقدار واحد، لان السنسور حس ان في شكارة طلعت من اليمة التانية، تمام. وهكذا يا شباب. طبعا البرنامج ده ما فيهوش اي مشكلة ان انتوا تجربوه سيميليشن زي البرنامج اللي فات بالظبط، ما فيهوش اي اختلاف ولا فيه اي كومبوننت جديدة، تمام. تعالوا دلوقتي نروح على السؤال رقم 3. بقول لك انا عاوزك تعيد البروبلم رقم 2، بس كل الموضوع ان انت هتحط تو نورمالي اوبن سويتش، بحيث ايه؟ بحيث ان يبقى عندك ستارت ستوب في المنظومه لو انت عاوز توقف المنظومه وتشغلها، ويبقى عندك تو انديكيشن لام، بحيث لو في اي حاجه دخلت من هنا المفروض ان الانديكيشن لامب دي هتنور لو في حاجه داخله، وفي انديكيشن لامب هتنور لو في حاجه خارجه من الوير هاوس. طبعا ده كلام بسيط جدا، برضه هتمشي نفس الخطوات بتاعتك، ترسم الاسكيماتيك بتاعتك، تحدد الانبوت اوتبوت اللي عندك. طبعا الانبوت اللي عندنا هيبقى الاثنين بروكسيميتي سنسور، برضه هيزيد عندنا 2 انبوت كمان اللي هي الستارت ستوب.
الاوتبوت بتاعنا هيبقى الالارم والايه والانديكيشن لامبس اللي عندنا، اللي هي الانبوت لامب اللي هتحس بيه الحاجات اللي داخله من هنا، والاوتبوت لامب اللي هتحس بيه الحاجات اللي خارجه من هنا. بعد كده الانبوت اوتبوت كونفيجريشن والباور سيركت بسيطه ما فيهاش اي مشكله. بعد كده شباب البرنامج ادي الستارت ستوب اللي احنا متعودين عليه دايما، ما فيهوش اي برضو مشكله، ادي الستارت ادي الستوب ادي الام زيرو. كل الموضوع يا شباب البرنامج ده هو هو نفس اللي فات بالظبط، بس كل الموضوع هنيجي هنا نحط مع على التوالي الزرار بتاع الستارت. ليه حطيناه على التوالي؟ بحيث ان لما يكون مفتوح السويتش ده فالمفروض ان هو لا هيعد اب ولا هيعد داون، تمام. وفي نفس الوقت برضو هحط الام زيرو تحت هنا وهحطها تحت هنا. بس ايه السطرين اصلا اللي تحت دول؟ المفروض يا شباب لو انا بعد هنا اب، يعني لو في شكاير ضيق داخلالي، فالمفروض ان ده الاي 0 دوت 0 ده بيحس بيها، فيزداد بواحد فيزيد بواحد فيزود الكاونتر بواحد. وفي نفس الوقت هيدي برضو انديكيشن هنا، او ده برضو الاي 0 دوت 0 ده هيبقى بواحد، هروح جاي منور الايه اللامب اللي هي مسؤولة عن اظهار ان في حاجة داخلة للوير هاوس. في نفس الموضوع يا شباب لو في حاجة خارجة من الوير هاوس المفروض ان الاكس واحد ده هو اللي بيحس. فانا باخد برضو حالة الاكس واحد هنا اشغل بيها ايه، اشغل بيها لامب، وفي سكة الاكس واحد والاكس زيرو بحط زرار الستارت بتاعي اللي هو الام زيرو. اظن ان البرنامج مفهوش اي مشكلة خالص، يعني تقدر تجربه سيميليشن، وده هو البرنامج اللي احنا هنجربه معاكم عملي. طيب يا شباب دلوقتي عندنا الابليكيشن رقم 4 اللي هو الاوتوماتيك جراج. باختصار جدا يا شباب عندنا المربع اللي قدام كده ده عبارة عن جراج باركن فيه العربيات بتاعتي، والجراج ده ما بيسعش غير ل10 عربيات بس، تمام. فالراجل اول ما بيجي بالعربية بتاعته قدام الجراج، فالمفروض ان السنسور اي واحد ده اس اي واحد ده بيحس ان في عربية واقفة قدام البوابة بتاع الجراج، فتبتدي البوابة تفتح، بعد كده العربية بتخش جوه الجراج هنا، فيبتدي الاس اي 2 يحس ان العربية دخلت جوه الجراج، تمام. طيب ده في حالة ان العربيات داخلة جوه الجراج. طب في حالة ان العربيات خارجة من الجراج، في حالة العربيات خارجة من الجراج، العربية هتيجي هنا يا شباب الاس اي 3 ده هيحس ان في عربية واقفة قدام بوابة الايه، بوابة الخروج، فيقوم يروح جاي فاتح البوابة دي يا شباب، تمام. بعد كده لما العربية تخرج اصلا من الجراج هيروح جاي الاس اي 4 ده بيحس ان في عربية قدام الجراج خرجت، تمام. بس فيعني انا عندي اتنين سنسور، واحد اتنين سنسور بيحسوا ان العربية دخلت جوه الجراج، واتنين سنسور بيحسوا ان العربية ايه خرجت جوه الجراج، وعندي اتنين موتور، واحد بيفتح البوابة دي وبيقفلها، وواحد بيفتح البوابة بتاع الخروج وبيقفلها. طيب تعالوا بقى ايه نمشي على نفس الاوبريشن اللي موجودة في البرنامج بتاعنا ونقسمها ستيبس زي المرة اللي فاتت، هتلاقوا البرنامج بقى سهل جدا. اول حاجة شباب دي السكيماتيك لسه شارحينها من شوية، عندنا ستارت ستوب، عندنا 4 بروكسيميتي سنسور من نوع الكاباستيف، وعندنا 2 موتور بيتعمل عليهم ايه عكس حركة. طيب هنيجي يا شباب دلوقتي في ستيب 2، هنحدد الانبوت والاوتبوت بتاعنا والمواصفات بتاعتهم. ادي هنا عندنا اول انبوت عندنا اللي هو مفتاح الستارت متوصل على اي 0.0 وهو نورمالي اوبن. تاني سنسور اللي هو مفتاح الستوب متوصل على اي 0.1 وهو نورمالي اوبن. الاربعه بروكسيميتي سنسور دي العناوين بتاعتهم، من النوع احنا هنوصلهم بي ان بي، من النوع الكاباستيف، من بيطلعوا 24 فولت لو السبلاي بتاعي 24 فولت. عندنا بعد كده الاوتبوت بتاعي عبارة عن اول اتنين اوتبوت دول، ده اللي هو الموتور الاولاني. عشان اعمل عكس حركة يا شباب قلنا ان لازم عندي اتنين كونتاكتور، واحد هيحرك الموتور في اتجاه اليمين وواحد هيحركه في اتجاه الشمال، عشان كده انا عندي اتنين اوتبوت هنا، يعني البوابة الدخول ليها اتنين كونتاكتور بيشغلوها، تمام. طيب الموتور اللي عندنا هنفترض ان هو 380 فولت ومتوصل ستار، والاوتبوت يا شباب برضو البوابة بتاع الخروج متوصلة على موتور، والموتور ده عشان يشتغل في اتجاهين لازم له اتنين كونتاكتور، عشان كده عندي اتنين اوتبوت، وده كل الانبوت اوتبوت اللي عندي. طيب رقم 3 الهاردوير كونفيجريشن يا شباب، الانبوت اوتبوت كونكشن ما فيهاش اي مشكلة، هتوصل البروكسيميتي سنسور بنفس الطريقة بتاع المرة اللي فاتت، وتوصل المفاتيح اللي هي الميكانيكال بتاعتك الستارت ستوب، تمام. هيبقى لك حاجة واحدة، انت عندك 4 كونتاكتور في الدايرة،
المفروض ان الدايره اللي قدامك دي يا شباب هي دايره عكس حركه لموتور 3 فيز، اللي هو يعني هنفترض ان هو الموتور بتاع بوابه الدخول، ونفس الدايره دي بالظبط هتبقى للموتور بتاع بوابه الخروج بتاع العربيه. تمام، يبقى انا دلوقتي ادي الانبوت اوت كونكشن وادي الباور سيركت. طيب الخطوه رقم 4 البرنامج بتاعنا يا شباب، تعالوا كده ناخده ببساطه جدا. دلوقتي يا شباب ادي الرنج الاولاني اللي هو بتاع الستارت ستوب، ما فيهوش اي مشكله. ده ادي مفتاح الستارت، مفتاح الستوب، ادي الام 0 وادي الام 0. طبعا بقى انت ايه، شوف المفاتيح اللي عندك الاتنين اللي بره، هل هما نورمالي اوبن هل هما نورمالي كلوز، مش هيفرق معانا في حاجه. تمام، طيب اول حاجه يا شباب خالص، طيب بدل ما نشرح البرنامج هنا ممكن نروح نشرحه على السيميوليشن على طول، بحيث ان احنا نوفر وقت يعني. وبالمرة كده نفكر ايه، نفكر مع بعض في البرنامج يعني، بدل ما هو محلول قدامنا كده وهنقراه وخلاص. قبل ما نروح بس يا شباب للسيميوليشن، عاوز انبه بس على حاجة. المفروض يا شباب دلوقتي البوابة دي لما بتفتح، المفروض ان انا ايه اكون حاطط حاجة هنا كده، بحيث ان تقول لي ان البوابة خلاص كلها فتحت. والمفروض ان انا لما بتقفل برضه، المفروض ان انا اكون حاطط حاجة في نهاية المشوار هنا، بحيث انها تقول لي ان البوابه كلها قفلت. اللي هو ايه بقى يا شباب، اللي هو ليميت سويتش. ابقى حاطط ليميت سويتش هنا وحاطط ليميت سويتش هنا. تمام، طيب احنا لو زودنا 2 ليميت سويتش على البوابه و2 ليميت سويتش على البوابه دي كمان، يبقى انت كده عندك كام دخل؟ عندك 2 وادي 2 يبقى 4، وادي 2 يبقى 6، وادي 2 يبقى 8. انت عندك كده 8 انبوت، ولكن البي ال سي نانو اللي عندنا ما فيهوش غير 6 انبوت. فاحنا هنعمل ايه؟ احنا هنعتبر ان البوابه دي هتفتح بزمن وتقفل بزمن، يعني انا هحدد لها مثلا 5 ثواني هي بتفتح فيهم وايه، و5 ثواني بتقفل فيهم. ده حل غير عملي بس هنلجأ له، عشان البي ال سي اللي عندنا يعني ما فيهوش عدد انبوت كفايه. طيب تعالوا كده يا شباب هنا في البرنامج ده، ناخد البرنامج واحده واحده. تعالوا كده نبص للصوره دي. دلوقتي العربيه جت واقفه قدام البوابه، فالمفروض ان اس اي 1 هيحس بالعربيه، فالمفروض ان البوابه تبتدي تفتح. تمام، طيب هنيجي هنا في البرنامج بتاعنا. اول حاجه هنعمل الستارت ستوب، ادي الستارت، هتضغط عليها كده، ادي ستارت ستوب، ادي اللاتش بتاعنا، ادي الماركر اللي هو ام 0. بعد كده هتعمل اللاتش بتاعك. تمام، بعد كده يا شباب هتسمي بقى الحاجات بتاعتك، ادي اي 0 دوت 0، الستوب بتاعنا اللي هو اي 0 دوت 1. طبعا دي نورمالي اوبن، عشان اصلا مفتاح الستارت بره هو كلوز، نورمالي كلوز. بعد كده ده ام 0، بعد كده دي ام 0. تمام، طيب يا شباب هتيجي هنا رايت كليك، هتعمل اد رنج عشان تدخل الرنج الجديد. طيب احنا قلنا يا شباب اول ما الاس اي 1 يحس، يعني في عربيه واقفه على الباب، المفروض ان البوابة تفتح. هتفتح لمدة 5 ثواني، يعني الموتور هيشتغل لمدة 5 ثواني وبعد كده يفصل. طيب في نوع من انواع التايمر زي ما انتوا درستوه المرة اللي فاتت، اللي هو البلس تايمر. البلس تايمر طول ما انا مديله، لو انا اديته بلس يا شباب بيبتدي يعد الزمن بتاعه وبعد كده يفصل. تمام، فانا هنا كده هاجي اروح جاي حاطط الاس اي 1 هنا، وبعد كده هجيب البلس تايمر. قلنا يا شباب من هنا من الفانكشن بلوكس، ادي التايمر بتاعنا يا شباب، هجيبه احطه هنا كده. بعد كده بس هجيبه لما دي شويه. بعد كده يا شباب هجيب ادي اللود بتاعنا اللي هو الكونتاكتور الاولاني المسؤول عن فتح الجيت. الاس اي 1 يا شباب كان متوصل على اي 0.2. تمام، الـ بتاع الاوبن للجيت بتاعنا، اوبن اللي هو بيفتح بوابه الدخول، كان الكونتاكتور اللي هو الكي 1 كان متوصل على كيو 0 دوت 0 اللي هو ده. وممكن يا شباب تيجي هنا على الكومنت دي تسميه دي اس اي 1 عشان ما تتلخبطش وانت بتعمل سيميليشن، وتسمي ديت اللي هي اوبن جيت اوبن جي 1 اللي هي الجيت الاولانيه. طيب يا شباب دلوقتي العربيه جت هنا، العربية جت هنا خلاص، اس اي 1 حس بيها فالبوابة فتحت فالعربية دخلت جوه، فاس اي 2 حس ان العربية دخلت جوه خلاص. اول ما اس اي 2 يحس المفروض ان البوابة تقفل لمدة 5 ثواني كمان. طيب قبل ما نروح على موضوع قفل
قفل البوابة، عايزين بس نظبط إعدادات التايمر ده، هنضغط عليه كده، هنختار من هنا إن هو بالس تايمر، بعد كده هنحط الزمن بتاعنا أو البريسيت فاليو بخمسة، ونحط التايم بيز هنا بواحد سكند، يبقى واحد في خمسة، يبقى التايمر ده هيعد كام؟ هيعد 5 ثواني. طيب بعد كده هنعمل يا شباب آد ران، نزل لتحت شوية. بعد كده هنيجي في الرنج ده نبتدي نشتغل فيه، هنجيب هنا ادي الاس اي 2 اللي هو متوصل على، نكتب العنوان بتاعه بالمرة، متوصل على اي 0.3. وبعد كده نجيب بلس تايمر تاني يا شباب اللي هو ده، نحطه هنا برضو، و او ممكن نعمله كده يا شباب، نوصله كده وبعد كده ممكن نشده لما دي. طيب بعد كده هنختار برضو ان هو بلس تايمر، بعد كده هنحط ان هو 5 ثواني، بعد كده هنختار ان ده 1 سكند، بعد كده 1 سكند هنا، بعد كده هنعمل ابلاي، بعد كده نجيب الكلوز للجيت بتاعتنا اللي هي دي، هنحطه على كيو 0.1، كيو 0.1. يبقى كده يا شباب اول ما هنسمي ده برضو اس اي 2 بحيث ما نتلخبطش، اول ما العربيه تدخل جوه فالاس اي 2 هيحس، فيدي اوردر للتايمر ده، فيبتدي ان هو يشغل الكي 2 المقفول المسؤول عن قفل البوابه لمده 5 ثواني، فكده البوابه تقفل. طيب يا شباب العربيه كده دخلت جوه الايه، جوه الجراج. طيب فرضا ان العربيه بقى خارجه من الجراج، تعالوا كده نبص على سكيماتيك تاني. العربيه خارجه من الجراج، فاول حاجه هتحس بيها اللي هي الاس اي 3، اول ما الاس اي 3 تحس ابتدي ان انا افتح له البوابه، يعني يعتبر يا شباب الخطوتين اللي احنا عملناهم هنا هيتكرروا هنا. طيب اس اي 3 حس، البوابه هتبتدي تفتح اول ما العربيه تطلع بره، فاس اي 4 هيحس، فالمفروض ان البوابه بتاعتنا ايه، تقفل. تمام، فيعتبر هما نفس الرنجين اللي فوق دول بالظبط هيتكرروا تاني، فانا هعمل اد رنج، وبعد كده هعمل الكونتاكت بتاعي هنا. تمام، بعد كده يا شباب هسمي ده اللي هو اي 0.4، واسميه اس اي 3 بحيث ان انا برضو انا بعمل سيميليشن ايه ما تلخبطش، ادي اس اي 3. طيب بعد كده هروح برضو اجيب بالس تايمر، مش عارف ده بيتاخد كوبي ولا ما بيتاخدش، لو عملنا كده كنترول سي كنترول في، لا. طيب هنجيب تايمر يا شباب هنا، ثواني، لازم تكون محدد الرنج اللي انت هتشتغل فيه. بعد كده هجيب تايمر وانزل تحت كده احطه هنا، وبعد كده هجيب الامادي شوية، طبعا احنا بنجيب الامادي شوية عشان لسه هنحط فيه كونتاكت تاني هنا، هنعرف ليه دلوقتي. بعد كده هوصل دي هنا، طيب ممكن نعملها كده يا شباب. طيب بعد كده يا شباب هظبط اعدادات التايمر بتاعي ده، برضو هيبقى بلس تايمر، البريسيت فاليو 5 ثواني، التايم بيز بتاعي 1 سكند، بعد كده ابلاي، بعد كده هروح اجيب الكونتاكت بتاعتي اللي هي الكونتاكتور المسؤول عن فتح بوابة الخروج اللي هو هيبقى على كيو 0.2، وهسميه برضو يا شباب اوبن جيت. طيب دلوقتي يا شباب انا العربيه خرجت خلاص، عايزين بقى نعمل اوبن للجيت، نعمل كلوز للجيت بتاع الخروج، نفس الموضوع بالظبط يا شباب، الموضوع مش صعب خالص. ادي هنا احط الكونتاكت بتاعي اللي هو البروكسيميتي سنسور اللي هو الاس سي 4، هيبقى على اي 0.5، بعد كده هجيب بالس تايمر برضو بحيث ان هو يقفل البوابه لمده 5 ثواني، فيضمن ان البوابه كلها قفلت. بعد كده هحط دي هنا، ده خليه كيو 0.3. البلس تايمر هظبط الاعداد بتاعته، بلس تايمر 5 ثواني، 1 سكند، ابلاي. تمام، طيب يا شباب دلوقتي انا ضمنت ان العربية وهي داخلة هيتفتح لها البوابة، وبعد ما تخش البوابة هتتقفل، وضمنت برضو ان العربية لو خارجة هيتفتح لها البوابة، وبعد ما تخرج البوابة ايه، هتقفل. طيب انا عاوز بقى اعد العربيات اللي بتدخل والعربيات اللي ايه، اللي بتطلع من الجراج، فهعمل ايه يا شباب؟ دلوقتي لو انا في بوابة، لو انا في عربية واقفة هنا عندي الاس اي 1،
هل كده العربية لسه العربية ما دخلتش الجراج؟ العربية بره. طيب ايه اللي يأكد لي ان العربية دخلت الجراج؟ اللي هو الاس اي 2. عشان كده انا هاخد الاس اي 2 ده هحطه على الكاونت اب بتاع الكاونتر، بحيث اول ما الاس اي 2 يحس يروح جاي مزود لي الكاونتر بواحد، يبقى كده في عربية دخلت الايه الجراج. طيب هنا اس اي 3 يا شباب، لو العربية واقفة قدام اس اي 3 هل كده العربية خرجت من الجراج؟ لا، لسه العربية جوه. طب ايه اللي يأكد لي ان العربية اكيد خرجت من الجراج؟ اللي هو اس اي 4. طيب اس اي 4 لو انا خدته على الكاونت داون بتاع بتاع الكاونتر، طب ليه خدته على الكاونت داون؟ لان العربية خرجت من الجراج فالعدد اللي جوه قل. تمام، لو انا خدت ده على الكاونت داون بحيث لو ما العربية تخرج يقلل لي قيمة الكاونتر بواحد، يبقى انا كده هضمن دايما ان انا عندي العدد اللي داخل الجراج موجود عندي كقيمة في الكاونتر. تمام، تعالوا هنا نشرحها على السيميليشن. اعمل اد للرنج اللي هو الرنج رقم 5 ده يا شباب، هنزل دي تحت كده شوية، هروح نجيب الكونتاكت بتاعتنا. طيب دلوقتي احنا قلنا ان اس اي 2 هو اللي هيضمن ان العربية خلاص دخلت الجراج. فين اس اي 2 هنا يا شباب؟ اللي هي اي 0 دوت 3. فاحنا نيجي نكتب على الرنج اللي تحت ده الادرس، هيبقى اي 0 دوت 3، اي 0 دوت 3 هيجي لك على طول الكومنت بتاعه اللي هو الاس اي 2. تمام، طيب هروح نجيب يا شباب الكاونتر بتاعنا من هنا، ادي الكاونتر اللي هو اول واحد ده هنحطه هنا كده، وننزل الكونتاكت دي تحت كده عند الكاونت داون. تمام، وبعد كده نشد ده تاني كده. طيب قلنا ده يا شباب ده اللي بيعد العربيات اللي داخله. طيب اللي بيعد العربيات اللي خارجه اللي هو الاس اي 4 اللي هو هيبقى على اي 0 دوت كام؟ اي 0 دوت 5. هنخلي دي كده اي 0 دوت 5 اللي هو هي اي 0 دوت كام؟ انا ما سميتهاش هنا ككومنت، هنخلي دي يا شباب هنسميها اس سي 4 عشان برضو ما تلخبطش في السيميليشن. هتلاقي هنا لوحدها على طول جت بقت ايه؟ بقت اس سي 4. طيب تعالوا نوصلها كده ببعضها، نوصل دي هنا كده. طيب هو الخط نزل مني تحت، فانا ايه هجيبه من فوق تاني، او ممكن امسحه خالص واوصله تاني من الاول. طيب كده احنا وصلنا خلاص. طيب يا شباب دلوقتي في البرنامج عندك او لحد دلوقتي يا شباب اللي انت عملته ده، اي عربية داخلة قيمة الكاونتر هتزيد بواحد، اي عربية خارجة قيمة الكاونتر هتقل بواحد. تمام، يبقى دايما انت عارف العدد اللي جوه الجراج بتاعك. تعالوا بس نظبط اعدادات التايمر الكاونتر بتاعنا. طيب هنظبط الاعدادات بناء على ايه؟ في البرنامج بيقول لك انا عاوز دايما العدد اللي جوه الجراج ما يزيدش عن 20 عربية. طيب اعملها ازاي؟ اول حاجة بس هخلي البريسيت فاليو هنا في 20، يبقى بالتالي الكاونتر هيعد لي لحد كام؟ لحد 20، وبعد كده الدن يطلع عليها واحد. طيب يا شباب دلوقتي انا عاوز دخل لي مثلا جوه الجراج عربية، فالمفروض ان الكاونتر عد واحد، عربيتين فالكاونتر عد اتنين، لحد ما وصل لحد كام؟ لحد 20. طيب اول ما الكاونتر يوصل لحد 20 انا عاوز اعمل ايه عشان ما ادخلش عربيات تانية؟ عاوز اقول طول ما الكاونتر عادد 20 ما تفتحليش البوابة بتاع الدخول تاني الا لما الكاونتر يقل عن 20. اعملها ازاي؟ دلوقتي لو الكاونتر ده وصل ل 20 هلاقي البنة اللي هي الضن دي بواحد، فاروح في المسار بتاع فتح بوابة الدخول اروح جاي حاطط البنة بتاع الدي ديت معكوسة، بحيث طول ما هي اقل من 20 البوابة شغالة زي الفل، وصلت ل 20 فدي بقت بواحد، فهتروح جاية فاتحة الرنج بتاع فتح البوابة، فمفيش أي عربيات تانية هتخش. فاحنا هنيجي هنا يا شباب كده، هنيجي على الأوبن جيت واحد، أدي الأوبن جيت واحد يا شباب، هنيجي هنا نجيب كونتاكت نحطه هنا كده يا شباب. نعلم بس على الرنج الأول، نجيب كونتاكت ونحطها هنا، وبعد كده هنضغط هنا ونسميها سي زيرو دوت دي. تمام، طيب بس المفروض إنها تبقى معكوسة. تمام كده يا شباب. طيب إيه اللي هيحصل بقى؟ دلوقتي الكاونتر بتاعنا قاعد يعد العربيات اللي داخله، العربيات اللي داخله دلوقتي اقل من 20، فالمفروض ان الدي طالع عليها زيرو، فهنا هتبقى بواحد، فالمسار ده هيبقى مقفول والبرنامج شغال زي الفل والبوابه بتفتح. طيب فرضا ان العدد وصل جوه الكاونتر او جوه الجراج ل 20، فالدن طلع عليها واحد، فتقوم رايحه فاتحه مسار الايه؟ مسار
المسار اللي قدامك بتاع الرنج ده. طيب لما هي دي تبقى بواحد فدي تبقى بزيرو لانها معكوسة، فأي عربية هتيجي تقف قدام الجراج فالاس اي واحد ده هيبقى بواحد، ولكن دي مفتوحة فالبوابة مش هتفتح. طب امتى هتفتح؟ لو العدد اللي جوه الجراج قل عن 20. طب امتى هيقل عن 20؟ لو الاس اي 3 او الاس اي 4 حس بعربياته وفي عربيات طلعت، فهتلاقي الكاونتر قل عن ايه؟ عن 20. اتمنى تكونوا فهمتوا البرمجة البسيطة دي. تعالوا كده نشغل البرنامج، ادي اللونش للسيميليتور، بعد كده هتعمل ستارت للكنترولر بتاعك، بعد كده هنا هتيجي على البروجرامينج، هتيجي هنا يا شباب اول حاجة خالص هتضغط ستارت اللي هو ده اي 0.0. طبعا احنا لسه في حاجة احنا لسه ما عملناهاش. المفروض يا شباب ان الام 0 ده، الام 0 اللي هو الستارت ده احطه بقى هنا. يعني مثلا انا عاوز اضغط ستارت، يعني عاوز اقول ان كل الرنج اللي تحت دي تتنفذ، تمام؟ فباجي بحط الماركر بتاع الستار ده توالي مع كل المفاتيح دي، يعني هحطه هنا واحطه هنا واحطه هنا، تمام، واحطه تحت في كل الرنجز اللي قدامنا دي، تمام، بحيث ان هو لو البنة اللي هي مثلا دي ام زيرو، مثلا لو ام زيرو مفتوحة يبقى البرنامج كله مش هيشتغل. ودي بسيطة بقى بعملوا انتم، تمام. طيب انا دلوقتي هفترض ان في بوابة في عربية واقفة على اس اي واحد اللي هي الاي 0.2، فانا اضغط كده هتلاقي البلس تايمر بتاعنا اشتغل، البوابة اشتغلت اهيت بتفتح وهيعد لحد 5 والبوابة ايه فصلت، يبقى كده البوابة ايه فتحت، تمام. طيب دلوقتي العربية ايه دخلت، فهيقوم الـ SE2 يحس. اول ما الـ SE2 يحس اللي هو I0.3، ايه اللي هيحصل يا شباب؟ هتلاقي ان الكلوز جيت اللي هي دي بتقفل، البوابة بتاع الدخول بتقفل، هتعد لحد 5 وتلاقي البوابة ايه البوابة قفلت. طيب لو احنا نزلنا تحت يا شباب على الكاونتر هنا هتلاقي الكاونتر عد 1. ليه؟ لان دلوقتي في عربية دخلت الجراج فالكاونتر بتاعنا عد 1. طيب فرضا ان العربية دي بقى ايه خارجة، ايه اللي هيحصل؟ تعالوا كده نخرج العربية دي. المفروض ان العربية دي خارجة فالاس اي 3 يحس بواحد، ادي الاس اي 3 اللي هو على اي 0.4، اضغط عليه كده هلاقي ان الايه ان الاوبن جيت 2 بتفتح عشان العربية تطلع، تمام. الكاونتر عدى لحد 5 او التايمر عدى لحد 5 وبعد كده فصل ايه فصل الجيت. طيب بعد كده العربيه خرجت، فالمفروض الاس سي 4 ايه هيحس، الاس سي 4 اللي هو على اي 0.5 اللي هو ده، هضغط عليه كده هتلاقي ان الكلوز جيت خلاص الباب العربيه خرجت، فالبوابه دلوقتي بتقفل، عدى الخمس ثواني التايمر وبعد كده البوابه قفلت وايه وفصل الكونتاكتور بتاع القفل. طيب العربية لما خرجت كده الجراج ما عادش فيه حاجة، فالمفروض ان الكاونتر يكون فيه زيرو، وفعلا ده اللي حصل، الكاونتر فيه زيرو، وتقدر تكمل بقى البرنامج على هذا المنوال، تمام. وآسف طبعا على الإطالة، المفروض ان كان لازم اشرح جزء نظري في الاول، فهو ده اللي طول الفيديو. وطبعا الشيت ده انا نقيت منه مسألة واحدة بس اللي هي المسألة رقم 3 في الشيت، حلتها لكم عملي بالتوصيل العملي بتاعها، وفي فيديو تاني هيبقى بعد الفيديو ده مشروح في التوصيل العملي بالتفصيل، هنوصل 2 بروكسيميتي سنسور وسارينا وهنجرب البرنامج وهنشوف كل الكلام ده قدام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.